السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا سابع؟ اليوم يا مس معكم أكاديمية الذكاء الدولية وفاء حسين. اليوم نأخذ يا مس تربية إسلامية. وصلنا للدرس 13 سورة ياسين، هو درس تلاوة وتجويد يا مس. الآن نبدأ. قبل أن نبدأ تلاوة الآيات من 41 إلى 62 من سورة ياسين، بدنا أن نتذكر مع بعض الإدغام بغنة. أخذتوه يا مس بصف سادس، إدغام بغنة، إدغام بغير غنة، وإدغام شفوي. بدي أراجع لكم فيه عشان تتذكروا حبايبي. أول شيء عندنا الإدغام بغنة. الإدغام بغنة بيكون آخر الكلمة نون أو تنوين، بكون آخر الكلمة نون أو تنوين. آي مس الإدغام بغنة بكون آخره نون أو تنوين. اكتبوه يا مس على الكتاب علشان تذكروا. نون أو تنوين. يليها كلمة إيش؟ بدايتها حرف من أحرف كلمة ينمو، اللي هي يا إي يا إن يا إم يا أو. واضح؟ بداية الكلمة التي تلي التنوين أو النون الساكنة بيكون يا 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 نون يا إم يا أو. واضح؟ إذا بدكم تحفظوا أحرف الإدغام بغنة اجمعوهم بكلمة ينمو، مش تحكوا إنه لا كل الأحرف، لا، حرف واحد يا بكون إي بداية الكلمة أو إن أو إم أو أو. واضح؟ هسا مثل كلمة إيش يا مس إدغام بغنة؟ أنا طلعت لكم كل أنواع الإدغام. مثل كلمة آية من، شايفين يا مس التنوين؟ تنوين وبداية الكلمة التي تليها إم، إذن الإم من أحرف إيش؟ الإدغام بغنة. الآن إدغام بغير غنة. إيش هو الإدغام بغير غنة؟ بيكون نهاية الكلمة نون أو تنوين ويليه كلمة بدايتها يا إل يا إر، له حرفين الإدغام بغير غنة اللي هي إل أو إر. مثل إيش يا مس إدغام بغير غنة؟ مثل كلمة وإي وإن نشأ، عفوا وإن نشأ، هاي مش إدغام بغنة بغير غنة، إدغام بغنة، آسفة مس، هاي إدغام بغنة. إدغام بغنة لأنه إيش نهايتها؟ نون ساكنة بداية الكلمة، وبداية الكلمة التي تلي النون الساكنة إن كمان، وإن نشأ. هاي إيش يا مس؟ النون من أحرف الإدغام بغنة، عشان هيك ما بصير أحكي بغير غنة، هو بغير بغنة. خليني بس أشوف لكم الصفحة اللي ورا إذا فيها إدغام بغير غنة. هي همس. جميع لدينا، شايفين هاي عنا تنوين ضم والكلمة التي تليه إل، هذا بنسميه إدغام بغير غنة لأنه الإل من أحرف الإدغام بغير غنة. بيضل عنا يا مس النوع التالي، الثالث من الإدغام الشفوي. الإدغام هو الإدغام الشفوي. إدغام الشفوي يا مس أخذته بالصف السادس، هو له اسم تاني، هو إدغام المتماثلين. إدغام المتماثلين يعني بيجي ميم ساكنة نهاية الكلمة والكلمة التي تليها ميم متحركة، يا بكون عليها ضمة أو فتحة أو كسرة، المهم إنها بتكون ميم متحركة، عشان هيك سموه إدغام متماثلين لأنهم بتعلقوا بنفس الحرف، حرفهم واحد اللي هي الميم، لكن اللي بيختلف إنه الكلمة الأولى بتكون نهايتها ميم ساكنة والكلمة الثانية بدايتها ميم متحركة، يا فتحة يا ضمة يا كسرة. واضح؟ اكتبوا يا مس. الإدغام الشفوي هو نفسه المتماثلين. هسه الإدغام الشفوي كيف بعرفه؟ إنه بتكون بنهاية الكلمة الأولى ميم ساكنة وبداية الكلمة الثانية ميم متحركة، يا فتحة يا ضمة يا كسرة. خلينا نقرأ يا مس الآيات قراءة صحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون.
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. صدق الله العظيم. أقوم تعلمي وأدائي أتلو الآيات الكريمة من سورة ياسين 41-62 ثم أضع خطا تحت حروف مخرج وسط اللسان الجيم الشين الياء. طبعا الكلمات كثيرة يا مس، أنا اخترت لكم مثال على كل واحد. الإج جميع، الشين شيئا، الياء غير المدية هي صيحة. أضع دائرة حول علامتين من علامات ضبط المصحف التي درستها سابقا في الصف الخامس، أخذت هاي العلامات. علامتين اللي وردوا في مرقدنا، الآية مرقدنا فوقها قلة. شو معنى قلة يا مس؟ إنه وقف القراءة أولى مع جواز وصل القراءة. يعني الأولى إنه إحنا نقف عند القراءة، يعني نوقف نأخذ نفس، لكن جائز إنه أنت تكمل القراءة. الشيطان فوقيها صلاة. صلاة معناها وصل القراءة أولى مع جواز الوقف، إنه الواجب أو الأولى إنك توصل القراءة وتكمل القراءة، لكن جائز إنك تأخذ نفس. آخر شيء عندنا ثلاثة من دراستي لأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة. مر معي ثلاث أنواع للأدغام استذكرها. إيش هي أنواع الإدغام يا مس؟ اللي هي الإدغام بغنة، إدغام بغير غنة، والإدغام الشفوي. استخرجت لكم إياها كاملة يا مس، هيني استخرجتها كاملة وأنا بقرأ. قرأت ببطء علشان مس أنتوا تعينوا أنواع الإدغام. أنه هون شفوي، هون بغنة، التنوين مع الميم شفوي، الميم مع الميم شفوي، التنوين مع الميم هون مش شفوي أمس، هاي الميم من أحرف الإدغام بغنة، إذن هو إدغام بغنة. عندي أخطاء معلش سامحوني. بس وإن نشأ هنا النون مع النون هنا إيش؟ إدغام بغنة. لهم من مثلي، هنا ميم ساكنة مع ميم متحركة شفوي. هنا أي تأتيهم من، أيضا شفوي. تنوين مع الميم بغنة. هنا أيضا رحمة من، إدغام بغنة. ضلال مبين أيضا بغنة. صيحة واحدة بغنة. توصية ولا بغنة. هم من الأجداث شفوي، الميم مع الميم يمس. أيضا في عنا هنا
من مرقدنا، النون مع الميم بغنة، جميع لدينا إدغام بغير غنة، صيحة واحدة هذا إدغام بغنة. أيضا عندنا قولم من، قولم من، هون التنوين مع الميم إدغام بغنة، واضح هون بغنة، واضح. لكن هون من رب، النون مع الإر إدغام بغنة، رب الرحيم هنا تنوين مع الإر أيضا بإدغام بغير غنة، إذن التنتين هاي وهاي إدغام بغير غنة. فاكهة ولهم تنوين مع الأو بغنة، ولهم ما يدعون، الميم مع الميم هون شفوي، إدغام شفوي. عدو مبين التنوين مع الميم إدغام بغنة، صراط مستقيم تنوين مع الميم إدغام بغنة. هاي طلعنا كل الإدغامات يلي موجودة في سورة ياسين. بيبقى عليكم إنكم تحلوا لي واجب التلاوة البيتية صفحة 59، ويعطيكم العافية.